السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم طلابنا الاعزاء في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السابع الدرس السادس من الوحده الاولى بعنوان ضرب الاعداد الصحيحه الجزء الاول سوف نتعلم في هذا الفيديو ضرب عدد صحيح سالب في عدد صحيح موجب ولنتذكر سويًا ما تم دراسته سابقًا من خواص العمليات على الأعداد، وذلك من خلال السؤال التالي: فل كل خاصية من خواص العمليات على الأعداد بما يناسبها؟ إليكم هذه الخواص، وإليكم في الطرف الآخر أمثلة على الخواص، المطلوب أن تصل كل خاصية من خواص العمليات على الأعداد بما يناسبها في الجهة المقابلة. أوقف الفيديو عزيز الطالب وحاول أن تحل السؤال شكرا لك للمحاولة وإليك الإجابة الصحيحة وننتقل الآن أبناءنا الطلاب إلى الكتاب المدرسي صفحة 39 في فقرة استكشف وإليكم نص السؤال ينحصر أحد الشواطئ بمعدل 4 إنش سنويا المطلوب كم سنة يستغرق الشاطئ لينحصر 1 في. يبين خط الاعداد ادناه التغير المتوقع في الشاطئ بمرور السنين. كيف يمكنك استعمال خط الاعداد لتبين الانحصار بعد عشر سنوات؟ ولكن قبل ان نبدا بايجاد المطلوب ساطرح عليكم بعض الاسئله لتساعدكم للوصول الى الاجابه الصحيحه. وفي اثناء طرحي لهذه الأسئلة. انظر عزيز الطالب إلى الفيديو المجاور. ما المقصود بالجملة ينحصر أحد الشواطئ؟ أحسن. تتراجع مياه البحر مبتعدة عن الشاطئ وعادة تكون بنسب ثابتة بناء على دراسات مثبتة. ماذا يمثل العدد صحيح صفر في هذا الموقف؟ ممتاز. يمثل العدد الصحيح صفر. نقطة البداية لوضع الشاطئ الآن يمكن تمثيل انحصار الشاطئ بعدد صحيح سالب أم موجب؟ أحسن بعدد صحيح سالب وهو نيجاتيف 4 إنش كم سنة من الانحسار يمثل العدد نيجاتيف 4 على خط الأعداد؟ أحسن سنة واحدة من عملية الحسابية التي يمكن لنا أن نستعملها لتوقع مقدار انحسار الشاطئ بمرور الزمن من السنوات؟ أحسن الجمع المتكرر لمقدار الانحسار في كل سنة والآن قم عزيزي الطالب بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال بفرعيه A و B شكرا لك للمحاولة وبالاطلاع على الحلول الممكنة سوف نناقش حلين مختلفين ولنبدأ بحل علي للفرع A كم سنة يستغرق الشاطئ لينحصر 1 فيت؟ تذكر الآن عزيز الطالب بأن ال 1 فيت يساوي 12 إنش إذا بما أن 1 فيت يساوي 12 إنش فهذا يعني لنا عندما ينحصر الشاطئ 1 فيت إذاً، negative 1 feet negative 12 إنش والآن، بما أن الشاطئ ينحصر سنويًا بمعدل 4 إنش فسوف نقوم باستخدام الجمع المتكرر للعدد negative 4 ليكون الناتج negative 12. وهذا يعبر الانحسار في السنة الواحدة. إذًا، أصبح لدينا ثلاث سنوات لكي ينحصر الشاطئ 1 feet. إذا يستغرق الشاطئ ثلاث سنوات لينحصر 1 feet. ولنرى الآن حلاً مختلف وهو حل محمد. أيضاً بما أن 1 feet equal 12 inch فهذا يعني negative 1 feet equal negative 12 inch. والآن negative 4 multiply ماذا يساوي لنا 12 انش ممتاز 3 اذا يستغرق الشاطئ ثلاث سنوات لينحصر 1 فيت وبهذا استطعنا ان نرى حلين مختلفين لكن كليهما كانت نفس الاجابه وهي ان الشاطئ يستغرق ثلاث سنوات لينحصر 1 فيت وننتقل الان الى الفرع B ولنبدا عند العدد 0 الذي يمثل الشاطئ هذا العام أيضا سوف نقوم بعرض حلي علي ومحمد ولنبدأ بحل علي علي كان برأيه أن يستعمل خط الأعداد لجمع عشر مجموعات من العدد نيجاتيف فور ولمدة عشر سنوات إذاً وباستعمال عملية الجمع المتكرر للعدد نيجاتيف يكون الناتج نيجاتيف 40 أما محمد فكان برأيه أن يمثل عشر قفزات من العدد نيجاتيف 4 على خط الأعداد لمدة عشر سنوات بهذا الشكل والبداية من العدد زيرو إذا يكون الناتج نيجاتيف فورتي ليمثل انحسار الشاطئ بعد مرور عشر سنوات وإلى هنا نصل إلى التركيز على ممارسات الرياضيات من الكتاب المدرسي صفحة 39 كن دقيقا ما المقدار الذي يمكنك استعماله لتمثيل التغير في الشاطئ بعد خمس سنوات؟ أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا لك للمحاولة إذا إما أن يكون 5 4 أو 4 5 ولننتقل أبناءنا الطلاب إلى السؤال الأساس من الكتاب المدرسي صفحة 40 وهو كيف تؤثر إشارات العوامل في ناتج الضرب في جمل الضرب التالية حاول عزيز الطالب أن تربط بين إشارات العوامل وإشارة ناتج الضرب جملة الضرب الأولى وهي 2 multiply 3 equal 6 نرى داخل الجدول بأن إشارة العامل الأول موجبة وإشارة العامل الثاني موجبة وماذا تلاحظ في إشارة ناتج الضرب؟ هنا كانت أيضا موجبة في جملة الضرب الثانية negative 4 multiply 5 equal negative 20 العامل الأول نلاحظ بأنه negative 4 والعامل الثاني 5 وناتج الضرب

12. وإليكم الآن أبناءنا الطلاب المثال الأول من الكتاب المدرسي صفحة 40 وهو بعنوان ضرب عدد صحيح سالب في عدد صحيح موجب وإليكم نص المثال في إحدى الألعاب اللوحية تراجع خليفة خطوتين إلى الوراء في أربع أدوار متتالية المطلوب من العدد الصحيح الذي يمثل التغير في موقعه. قبل أن نجد المطلوب، سوف أطرح عليكم هذه الأسئلة لتساعدكم للوصول إلى الإجابة الصحيحة: ما عدد الأدوار التي لعبها خليفة في اللعبة اللوحية؟ أحسنت، أربع أدوار متتالية. كم عدد الخطوات التي اضطر خليفة إلى رجوعها للوراء في كل دور؟ ممتاز خطوتين والان برايك ما العدد الصحيح الذي يمكنك استعماله لتمثيل عدد الخطوات التي تراجع خليفه الى الوراء في كل دور احسنت -2 والان ولنبدا بالحل سوف نقوم بنمذجه الحل باستعمال خط الاعداد لتمثيل تغير موقع اللوح ولنبدا اين تقع نقطه البدايه للعبه التي سيلعبها خليفه على خط الاعداد احسنت عند العدد زيرو دائما هي سوف تكون لدينا نقطه البدايه مثل عدد خطوات تراجع خليفه الى الوراء في كل دور برايك سوف تكون الى يسار العدد زيرو ام الى يمينه نعم ممتاز الى يسار العدد زيرو إذا نيجاتيف 2 تمثل التراجع في الدور الأول أيضا والتراجع في الدور الثاني كان خطوتين نمثله بالعدد نيجاتيف 2 والتراجع في الدور الثالث نيجاتيف 2 أيضا وهنا وفي الأخير التراجع في الدور الرابع نيجاتيف 2 ما هي العملية الحسابية التي سوف تستخدمها لإيجاد التغير في موقع خليفة بعد تراجعه خطوتين إلى الوراء في كل دور ممتاز الجمع المتكرر للعدد نيجاتيف 2 بمقدار أربع مرات والآن ما المقدار الرياضي الذي يكافئ عملية الجمع المتكرر للعدد نيجاتيف 2 أربع مرات أحسنت 4 ملتبلاي 2 وما العدد الصحيح الآن الذي يمثل إجمالي التغير في موقع خليفة على اللوح؟ ممتاز إجمالي التغير على اللوح يساوي نيجاتيف أي إذا اضطر خليفة للتراجع ثمان خطوات للخلف والآن سوف نقوم باستعمال الضرب وخواص العمليات على الأعداد لتوضيح لماذا 4 ملتبلاي negative 2 8؟ ولنبدأ 4 ملتبلاي 0 0 ما هي الخاصية المستخدمة هنا؟ أحسنت كما ذكرنا سابقا هي خاصية الضرب بالصفر أي عدد نقوم بضربه بالعدد صفر يكون الناتج صفر ولنرى الخطوة الثانية 4 negative 2 plus 2 0 الآن فكر عزيز الطالب لماذا تم استبدال negative 2 plus 2 بالعدد 0 أوقف الفيديو وحاول أن تفكر في هذا السؤال شكرا لك للمحاولة أحسن لأن ناتج جمع العدد ونظيره الجمعي دائما يساوي 0 من خاصية التي سوف نستخدمها كما موضح هنا بالاسهم احسنت خاصيه التوزيع بهذا الشكل 4 -2 4 2 0 والان كما نعلم بان 4 2 8 ولكن سؤالي لكم الان ما هو العدد الذي نجمعه للعدد 8 ويكون الناتج الجمع العدد صفر ممتاز نيجاتيف 8 اذا نيجاتيف 8 بلس 8 ايكوال 0 لان العدد ونظيره الجمعي يساوي دائما 0 وهذا يعني ان 4 ملتبلاي نيجاتيف 2 هي ايضا ايكوال نيجاتيف 8 اذا وبهذا استطعنا ان نبين لماذا 4 -2 -8 نصل الان الى التعميم في هذه الحصه وهو قاعده ضرب الاعداد الصحيحه لدينا هنا ضرب عدد سالب في عدد موجب دائما يساوي عدد سالب ياتي الان دوركم أبناؤنا الطلاب لحل فقره حاول ان تحل من الكتاب المدرسي صفحه 40 وهذا نصها في لعبه سباق السيارات يتم حسم ستة نقاط من اللاعب كل مرة يصدم فيها مخروطًا، كما موضح بالشكل المجاور. المطلوب ما العدد الصحيح الذي يمثل التغير في إجمالي النقاط إذا صدم اللاعب عشرة مخاريط؟ ما المقصود بحسم ست نقاط من اللاعب كل مرة يصدم فيها مخروطًا؟ أحسن أي خصم أو خسارة ستة نقاط. وما العدد الصحيح الذي يمثل حسم ست نقاط ممتاز نيجاتيف 6 ما هي العملية الحسابية التي سوف تستخدمها لإيجاد إجمالي التغير إذا صدم اللاعب عدد من المخاريط أحسن الضرب والآن أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا لك للمحاولة وإليك الإجابة الصحيحة. 10 multiply negative 6 equal negative 60 أي التغير في إجمالي النقاط يساوي negative 60. نصل الآن إلى فقرة أقنعني من الكتاب المدرسي صفحة 40 وهذا نصها هل يمكن لناتج ضرب عدد صحيح موجب في عدد صحيح سالب أن يكون موجبا؟ وضح إجابتك والآن يأتي دورك بأن توقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال. شكراً لك للمحاولة، وإليك الإجابة. طبعاً لا، لأن التحرك إلى اليسار على خط الأعداد لأي عدد من المرات كما لاحظنا في المثالين السابقين ينتج دائماً عدداً إلى يسار العدد زيرو، لذلك سيكون ناتج الضرب دائماً عدداً سالب. وإلى هنا أبناؤنا الطلاب نصل إلى ختام درس اليوم على امل اللقاء بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السابع